عبد اللطيف سعيد زهران، عضو مجلس اداره الاتحاد الاقليمي للجمعيات بمحافظه الجيزه ونائب رئيس الاتحاد عن منطقه امبابه. النهارده في مبادره اسمها يلا نفرح اهالينا، مجموعه من الجمعيات الشريكه بيتحدوا مع بعضهم وتعاملوا مع بعضهم في عمل معرض اسر منتجه وقافله طبيه مجانيه وعلاج واطعام كل يوم. احد الجمعيات بتعمل 900 وجبه. والله تبقى الناس مبسوطه وسعيده، والفرحه بتاعتنا ان احنا بنشوف الناس تبقى مبسوطه، والتعب بتاعنا كله بيروح لما نشوف الناس تبقى مبسوطه بالخدمات اللي احنا بنقدمها. لو حضرتك بصيتي للمعرض والجو دوت، شغالين من الساعه 8 الصبح واحنا مبيتين من الشارع عشان نطلع الشكل الجميل دوت اللي حضرتك شايفاه. وفي حاجه بس يعني بسيطه قوي، ان احنا عايزين نخلي الناس تتعاون معانا، اللي هي مثلا زي الانديه والفنادق الخمس نجوم، ان احنا نعرض المنتجات بتاعت الاسر المنتجه ديت، بنخلق تسويق للمنتجات بتاعت الجمعيات. اولا المعارض بتاع المنتجات بتاعت الجمعيات ديت عباره عن الاسر اللي هي الحالات بتاعت الجمعيات هي اللي بتنتجها، فانت ما تيجي تعمل المنتجات ديت وتفضل موجوده من غير تسويق مش هتشجعها، ولكن لما نيجي نعمل لهم معارض ونخلق لهم التسويق بتاعها هيشجعوا وهينتجوا. عبير فؤاد، جمعية أتباع المصطفى الخيرية، رئيس مجلس إدارة. الفكرة جت من مبادرة خدناها من بنك الطعام المصري، عبارة عن 900 وجبة يوميا لمدة شهر. بعد ما خدنا المبادرة دي بدأ يجي لي حالات لازم استكشف عنها، يعني انا بدات اشوف حاجات ما كنتش بشوفها لما بقيت في ارض الواقع. بقيت بدات اشوف معوقين، بدات اشوف ام ايتام محتاجه مشروع، بدات اشوف ام ايتام هي عندها المشروع لكن مش عارفه تسوق. المبادره جت من خلال الاطعام. احنا عندنا حوالي 900 وجبه، ممكن نعمل 450 ل 460 اسره يوميا. احنا بالتحضير ما بياخدش معانا وقت، لان احنا بنبدا بدري مثلا من 7 كده لحد 2 ميعاد التوزيع. احنا المساعدات بتاعتنا من الافراد، من الاشخاص، اصدقائنا بس في المجتمع المدني. والله احنا بنشتغل في الجمعيه على حسب الامكانيات اللي بتجيلنا، لكن لو التبرعات زادت شويه اكيد شغل الجمعيه هيتنشط اكتر.